بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين. أيها الأحبة الكرام، الدعوة، دعوة الإسلام صارت تنتشر، وأصبح المشركون عاجزين عن صد هذه الدعوة وعن إيقاف هذه الدعوة. دعوة تنتشر والمشركون يملكون الوسائل العديدة في الصد عنها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يوقفوها لسبب واحد، وهو أنها دعوة الله عز وجل، وهي أنها نور الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسيظل هذا النور بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة، ولن يستطيع المشركون ولن يستطيع الكافرون إلى يومنا هذا وما بعد وإلى أن تقوم الساعة، لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله عز وجل. هذه بشرى، على الرغم أننا سوف نتحدث عن أنواع من الأذى ومن التعذيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب هذه الدعوة في كل عصر من العصور، إلا أن البشرى التي يجب أن تظل في أذهاننا دائما، وهي أن نور الله لن يطفئه أحد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ودي بشرى. الكفر كله في كل زمان ومكان وما يملك من وسائل عديدة للصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، للقضاء على الإسلام، للقضاء على المسلمين، فما استطاعوا ولن يستطيعوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إلى أن تقوم الساعة هذا سيظل قائما. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أنا أزف هذه البشرى قبل أن أتحدث عن التعذيب والأذى الذي لحق
بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة المستضعفين منهم، وعلى رأس هؤلاء المستضعفين سمية أم ياسر. وفي النهاية انتصر الحق، انتصر الحق على الباطل، وسينتصر الحق على الباطل. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون سمية أول شهيد في سبيل هذه الدعوة، امرأة، حتى تكون هذه المرأة حجة على أي رجل وعلى أي إنسان يتخاذل عن نصرة هذه الدعوة وعن نصرة هذا الدين. أنت إذا تخاذلت عن نصرة دينك فأنت لا تستحق أن تكون رجلا، امرأة تعذب، وامرأة تعلق كالذبيحة، ومن ذا الذي يعلقها؟ كبار كفار قريش. وهذا عار، كان عارا، يعد عارا في الجاهلية أن يضرب رجل امرأة، ولكنه من شدة غيظهم ومن شدة ثبات هذه المرأة على دينها لم يتحملوا. سبحان الله، سمية أول شهيد يقع. لذلك هو لما بدأ يعني الإسلام ينتشر، وقالوا كفار قريش، قال بعضهم البعض كل قبيلة عليها أن تعاقب كل من يدخل في دين محمد، خلاص عندها عبد، عندها أمة، عليهم أنهم يعاقبوا آل ياسر على ساداتهم أن يعذبوهم، بلال على سيده أن يعذبه، وهكذا كل واحد من هؤلاء الأرقاء على سيده أن يتولى تعذيبه حتى يتخلى عن دينه وحتى يتخلى عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. سمية التي علقت كالذبيحة وهي تتعالى عليهم بإيمانها، انتصرت عليهم. سمية انتصرت على الرغم أنها كانت معلقة. سمية انتصرت على الرغم أنها ضربت بالحربة في موضع عفتها، ولقيت ربها شهيدة، لكنها لقيت ربها شهيدة منتصرة. فالنصر مفهومه مختلف تماما عما يفهمه كثير من الناس. الناس تفهم النصر انك انت تكون غلبت عدوك، اخذت منه ارضا، قتلته، كسبت جولة. ليس معنى النصر محصور في هذه، النصر ليس محصور في هذه المعاني. النصر أن تثبت على مبدئك حتى تلقى الله. سحرة فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى انتصروا، علما بأن فرعون قتلهم وصلبهم كما قال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. وفي آية: ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، مفيش مشكلة. سمية نفس الحكاية. مشكلة سمية وقضية سمية التي نالت الشهادة من أجلها، الجريمة التي نالت سمية الشهادة من أجلها، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أهل الأخدود الذين ألقوا في النار، هؤلاء انتصروا لأنهم ظلوا ثابتين على مبدئهم
وظلوا ثابتين على دينهم حتى لقوا ربهم، والجريمة بتاعتهم أنهم كانوا مؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جريمة السحرة هي نفس الجريمة، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. جريمة سمية هي نفس الجريمة التي تعاقب بها أخواتها في كل عصر وحتى يومنا هذا. جريمة سمية هي التي تعاقب بها أخوات سمية هي نفس الجريمة. والله إن النساء اللاتي يعاقبن كسمية ويعلقن كسمية جريمتهم هي نفس جريمة سمية، أنهم آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بالله ربا، رضوا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، علقوا. ماذا تقول في واحدة زي الحجة زينب الغزالي عليه رحمة الله؟ لقد علقت كما علقت سمية عليها رحمة الله. سمية ليست وحدها، سمية نموذج، ولكن لحق بسمية الكثير من الأخوات اللاتي علقنا واللاتي جلدنا واللاتي عذبنا كما عذبت سمية. يا سمية، أخواتك في كل عصر وأخواتك في كل مكان اللاتي يحملن نفس الدعوة ويحملن نفس الرسالة ويحملن نفس المبادئ، هن كما حدث لك حدث لهن، وهن على الطريق، وما زالت النساء في سجون الظالمين في كل بلاد العالم الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر ليس بجديد، هذا واقع يعيشه الناس في كل مكان، حتى في الصين، حتى في كل دولة من الدول التي تحارب الإسلام، سواء كانت دول عربية أو دول غير عربية، دول إسلامية غير دول غير إسلامية، كل ذلك واقع. المرأة تحارب، المرأة تعذب كما عذب سمية، لأنهن جميعا يسرن على نفس منهج سمية رضي الله عن سمية. سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا، فكانت في عداد الصالحين. أخواتك يا سمية على الدرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع. فهذه سمية عذبت حتى لقيت ربها شهيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها وعلى زوجها ياسر وهم يعذبون، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبشرهم بالجنة، وما دخلوا الإسلام إلا من أجل هذه الجنة، وما صبروا إلا من أجل هذه الجنة، وما ثبتوا إلا من أجل هذه الجنة، وما أصابهم ما أصابهم إلا من أجل هذه الجنة صبرا. آل ياسر إن موعدكم الجنة. هذا نموذج من المعذبين. نموذج آخر، بلال الذي كان يعذبه سيده أمية ابن خلف، كان يعذبه في رمضاء مكة، يقيده، كان مقيدا، وكان لا يعذبه إلا في وقت الظهيرة، في الوقت الذي تشتد فيه الشمس ويشتد فيه الحر. ومعلوم أن حر مكة، وما أدراك ما حر مكة، والرمال التي يشتد حرها، والصخور التي يشتد حرها، فهي قطع من جهنم والعياذ بالله، والصخور التي توضع على صدر
بلال والصبيان الذين يزفون بلال ويسخرون منه. سبحان الله، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. جاء اليوم الذي سخر بلال من سيده، سخر بلال من سيده، وجاء اليوم الذي قتل فيه بلال سيده، وقد كان سيده يستجير بعبد الرحمن بن عوف: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. أيها الأحبة، الأيام دول، الأيام دول، والله سبحانه وتعالى وعد المستضعفين بالنصر، وعد المظلومين بالنصر، الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بلال، بلال الذي عذب من أجل لا إله إلا الله. يا بلال، تنازل عن مبدئك ولو قليلا حتى تحمي نفسك. لا، المبدأ مبدأ، أحد أحد. يا بلال، تنازل ولو قليلا عن مبدئك حتى تنجو من هذا الجحيم الذي أنت فيه. لا والله، لم يتنازل بلال، ولم يتنازل إخوان بلال، ولم يتنازل أمثال بلال. يا بلال، إخوانك على دربك، وإخوانك أصحاب المبادئ وأصحاب الدعوة على نفس الطريق الذي أنت عليه والذي كنت عليه. يا بلال، إخوانك وأصحابك الآن يقيدون، والآن يعذبون، والآن يسامون سوء العذاب، ولم يتنازلوا كما تنازلت يا بلال. هم على عهدهم مع الله عز وجل، وعلى عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عهدت الله يا بلال. يا بلال، المبدأ هو المبدأ، والطريق هو الطريق. يا بلال، إن الجريمة التي عذبت من أجلها هي نفس الجريمة التي يعذب بها الآلاف في كل زمن وفي كل مكان، نفس الجريمة. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هي نفس الجريمة التي نالت من أجلها سمية الشهادة في سبيل الله، وهي نفس الجريمة التي شوي بها لحم خباب بن الأرت عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما أصابه، يشكو ما أصابه من قومه. يا بلال، هي نفس الجريمة، هي نفس الجريمة الذين يعتبرونها جريمة، المشركون الظالمون الذين يسيرون على نهج المشركين يعتبرون الإيمان جريمة، ويعتبرون التوحيد جريمة، ويعتبرون الثبات على المبدأ جريمة. ولكن يا بلال، اطمئن، فإنك على الحق، وسوف يأتي اليوم يا بلال الذي تنتصر فيه، وسوف يأتي اليوم يا بلال الذي تصعد فيه على الكعبة وتنادي بأعلى صوتك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إخوان بلال، نبشرهم أيضا بأنه سوف يأتي اليوم الذي سوف يجهرون فيه بمبادئهم، سوف ينتصرون فيه على عدوهم، سوف تنتصر المبادئ بإذن الله عز وجل، سوف ينتصر الحق على الباطل. والله سوف ينتصر الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، لن يكون إلا ذلك. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، وانظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أن هاجر ويوم أن دخل مكة، ليلة أن ترك مكة ويوم أن دخل مكة، ليلة أن ترك مكة تركها تحت جنح الظلام،
تركها مستخفيا، ويوم أن دخل مكة دخلها في وضح النهار، وحوله من الموحدين 10,000 دخلها متواضعا صلى الله عليه وسلم، حتى كاد من شدة تواضعه أن تلمس لحيته ظهر بعيره صلى الله عليه وسلم. هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى. بلال انتصر على سيده في غزوة بدر، بلال انتصر على قريش كلها عندما كان في فتح مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن على الكعبة، هذا المكان الذي أوذي فيه بلال من أجل لا إله إلا الله. جاءه اليوم الذي ينادي وهو على قمة الكعبة، ينادي على الجميع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بشريات، والله هذه بشريات، ما من محنة إلا ولا بد وأن تتلوها منحة، بل ما من محن إلا ولا بد وأن تتلوها منح بإذن الله تبارك وتعالى. لكنه الصبر هو الذي يجعلنا نتحمل كل ذلك، الذي يجعلنا نتحمل كل ذلك أننا صابرون، وأن إخوان بلال ما زالوا صابرين، وأنهم ما زالوا يتحملون الأذى في سبيل دينهم وفي سبيل عقيدتهم وفي سبيل توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الباطل لن يبقى بإذن الله تبارك وتعالى، وبإذن الله عز وجل سوف يكون الفرج قريبا جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بنصره، وأن يمتعنا بالتمكين لهذا الدين عن قريب بإذن الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر عباده الموحدين، وأن ينتقم من الظالمين في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.